اهلا بيكم متابعي قناه السكول. معكم مهندس مود العدو في درس جديد من دروس الفوتوشوب باستكمال الدرس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت عن تصميم الاعلان. خلينا نبدا مع بعض في استكمال الدرس. طبعا ده اخر حاجه احنا وصلنا لها المره اللي فاتت. تعالوا نبدا ان احنا نعدل او نكمل كده التصميم بتاعنا. طبعا التصميم بتاعنا اهو كان فاضل لنا بس الكلام، بس نبدا ان احنا بس نستخدم رولر في ان انا اظبط الشغل بتاع القديم. طبعا هاجي هنا بالمسطره لو هي من الزهره، كنترول مع حرف الار، او من فيو بختار حاجه اسمها رولرز. هاجي من هنا بالموف تول وابدا ان انا اسحب جايد بشكل هوريزونتال، وابدا ان انا انزله عند النقطه الصغيره البيضه ديت، وبرضه اسحب جايد تاني وانزله على نهاية الشكل الأوفل بتاعه. طبعا هنا الدنيا مش مظبوطة خالص، فأنا هاجي هنا بالدايركت وأبدأ لنا أدوس على النقطة الصغيرة بتاعت الخط بتاعي، وأبدأ لنا أنزلها لغاية لما النقطة دي تيجي تلامس اللي هو الجايد بتاعي الهوريزونتال جايد، وأبدأ لنا أنزل بالشكل ده. طبعا الشكل الأوفل نفس الحكاية، هبدأ لنا أقف عليه كده بالموف تول وأبدأ لنا أنزله لغاية لما يلامس برضو الهوريزونتال رولرز بتاعتي اللي هو ده، بحيث الاتنين يكونوا على نفس الايه نفس الخط. اما الشكل ده ممكن نحركه بس السنة كده يجي في المنتصف اهو. طبعا تعالوا كده نشوف. طبعا هنا في قفل لازم لنا ابدأ لنا نتعرف كنترول وزد، هاجي هنا شيفت وابدأ لنا اظبط برضو من الشكلين دول واعملهم بايه اقفلهم بالقفل بعد ما ظبطت الدنيا معايا. تعالوا بقى نبدأ ان احنا ناخد الجزئية ديت، نبدأ ان احنا نعملها. طبعا دوت عبارة عن مستطيل، فانا هاجي هنا وابدأ ان انا اخد المستطيل بتاعي وابدأ ان انا ارسمه مثلا بالشكل ده. طبعا لون المستطيل بتاعي انا ممكن اخده من اي حاجة، يعني مثلا ممكن اخده من اللون اللي هنا مثلا. تمام اهو، نيجي بس من على الدرس الاساسي بتاعي نعمل هنا دبل كليك، وابدأ ان انا مثلا اخد نفس لون مثلا ايه الشورت بتاعه واقول له هنا اوكي. الاستروك بتاعي هعمله نن ويبقى الشكل بتاعي شيب اونلي بس. طب كده انا عملت اللي هي الجزئية دي، فانا عايز ان انا اجي اكتب الكلام ده. تمام طبعا عشان قبل ما اكتب لازم اخلي بالي من حاجة، ان انا لازم استدعي المسطرة الرأسية بتاعتي الفيرتيكال رولرز، وابدأ ان انا اسحب جايد. طبعا انا مش هكتب من بداية من هنا، لازم اعمل لنفسي حاجه اسمها مارجنز او هوامش. فانا هاجي برضو هنا اسحب نفس المساحه فوق كده مثلا لغايه كده، نظبطهم الاثنين قد بعض بالمنظر ده. وممكن اجي من تحت برضو هبدا ان انا اعمل هنا مثلا مسافه انا هسيبها، بحيث ان انا كل دي مارجنز ليا او هوامش ليا مش هشتغل عليها بالشكل ده. بدات ان انا اظبط جميع الاتجاهات بتاعتي. طبعا انا عايزه اكتب كلمه جيت فيت جيت ايه جوينج، فانا هاجي هنا عن طريق التايب تول بتاعتي. تمام هدوس على التايب تول واجي هنا هعمل كليك واكتب كلمه جيت فيت. طبعا انا عايزاها كلهم كابيتال، فانا معلق عندي نعمل نحاول نشر انجلش واقول له هنا ايه جيت. وطبعا انا عايزه اعمل فيت على السطر اللي بعده، فممكن اللي انا اعملها شيفت وانتر بحيث ان هو ينزل لي على السطر اللي بعده، وهقول له كلمة fit. وبعدين نفس الحكاية هدوس على ممكن shift و enter برضو او enter بس، هقول له هنا ايه get، وبعدين shift و enter برضو هقول له هنا حاجة اسمها join، وبرضو كلهم بالكابيتال. تمام وهدوس هنا على علامة الصح. طبعا مفيش حاجة ظاهرة معايا في الكتابة لان الكتابة كلها باللون اللي هو الاسود والباك جراوند اسود، فالدنيا مش واضحه معايا. هاجي هنا بس اللي انا احدد الاثنين دول وابدا ان انا اعملهم باللون الابيض واقول اوكي، والاثنين اللي تحت برضو واخليهم نفس لون اللي هو المربع ده. فهاجي هنا ادوس هنا على الكتابه واختار نفس لون المستطيل بتاعي واقول له هنا اوكي. تمام طبعا هما كلهم مش على استقامه واحده، فانا هاجي هنا اخليهم ليفت، هدوس على اللي هي ليفت الاينمنت، وابدا بعدين هدوس هنا على الموف تول بتاعتي وابدا ان انا احرك الكتابه بحيث ان هي تظبط على الجايدز بتاعي. طبعا المسافه الطوليه ما بينهم كبيره جدا، فاحنا هنبدا نستخدم التايب تول وهستخدم حاجه اسمها الليدنج. طبعا هدوس هنا على الباراجراف
بانلز اللي هو الجزء الخاص بحاجة اسمها توجل كاركترز اند باراجراف بانلز. افتح هنا الكاركترز واختار من هنا حاجة اسمها الليدنج، ابدأ اللي انا افتح وابدأ اللي انا اقللها، مثلا نخليها 12، بمعنى 12 قليلة، مثلا نخليها 36 قليلة برضو. اعتقد ان 36 كويسة، بس نصغر حجم الخط، يعني حجم الخط انا شايفاه كبير، 72 كبير جدا. انا ممكن اخليه مثلا، تعالوا نجرب كده، 48 قليل، نخليه 60. يبقى الموضوع كله عن طريق التجريب، انا بجرب واشوف المقاس اللي يناسبني في التصميم واشوف الدنيا ماشية معايا ازاي. مش طبعا مش حاجة ستاندرد، انا ببدأ ان انا اصمم على الاساس التصميم بتاعي هيطلب ايه. نيجي هنا بس ال 36 هنوسعها شوية. طبعا مفيش هنا رقم هنا في الليدنج، 36 نخليه 48، اعتقد كده مناسب قوي. وبعدين هندوس هنا على التي، بدل ما هو ريجولر اللي هو العادي فانا هخليه هنا بولد، بحيث ان هو يخلي لي الخط تخين بتاعي او سميك معايا. 48 برضه دي نخليها مثلا 40، كفايه كده معقوله، او ممكن نزود شويه مثلا نخليها مثلا ايه 42، وادوس على انتر. كده الدنيا ظبطت معايا هنا تمام. وبعدين هبدا ان انا اكمل بقيه التصميم بتاعي. طبعا في عندنا حاجه اسمها فيتنس جيم، اعتقد ان هي برضو مكتوبه في المنتصف، فانا محتاجه جايد احطه في المنتصف الدرس بتاعي. طبعا انا بعرف المنتصف ان هو بيعمل لي عمليه مقاومه خفيفه كده، وبعدين ابدا ان انا اشتغل. نيجي هنا في النص احط المؤشر الكتابه في نص الجايد، وابدا ان انا اعمل كليك واكتب له كلمه فيتنس، برضو كلهم all caps letters فيتنس، وبعدين جيم. الجيم دي ممكن اكتبها لوحدها والله، يعني ممكن اعمل علامة صح وادوس هنا اخليها في النص، وبعدين اخلي لون الكتابه بس افتح السنه. هو هنا كان في الاعلان الاساسي باللون ده، هاجي هنا جيم هعملها بره، هعمل كليك بره واكتب له كلمه جيم، وبعدين هدوس هنا على علامة الصح. طبعا هنا كلمه جيم مكتوبه بخط مختلف، بخط كده مميز شويه اللي هو الخط الفري، فانا هشوف كده خط يكون نفس السمك. طبعا انا ممكن اجيب خطوط من على النت بحيث ان هي تبقى احسن في الشغل بتاعي او احلى في الشغل بتاعي، وابدا ان انا اجرب بقيه الخطوط لغايه لما اوصل لخط كويس. نعمل كنسل عشان تقريبا انا عملت كتابه جديده، فانا هاجي هنا وابدا ان انا اختار شكل خط جديد، ننزل كده كويس انا معقول، وابدا ان انا انزل برضو بالاسهم كده لغايه لما يظبط. طبعا هنا فيتنس وجيم الاثنين مش نفس المقاس الخط، فانا هاجي هنا اخلي دي اصغر شويه، مثلا بدل دي نخليها 36 مثلا، اهي. ولو دي نخليها كام، نكبرها شويه، فيتنس نخليها 72، وابدا ان انا احط ديت في مكانها. طبعا فيتنس ستاندرد قوي، فانا ممكن ان انا اغير شكل الخط، وشكل الخط ده ظريف الصراحه، فانا هخلي نفس شكل الخط دوت مثلا اللي هو تقريبا ده فيتنس اهي، ودي برضو معقولة حلوة، بس نصغر لهم مقاس الخط سنة، نخليه مثلا هنا 60 تمام. احنا كده برضو كتبنا الكلمات دي، لسه مجموعة الكلام ده، فانا هجيب هنا جايد وحطه كده بشكل مناسب ليا، بحيث ان انا اعرف انا هشتغل ازاي. مثلا احطه هنا، ده اللي انا هكتب عليه، عايز اكتب 20% اوف، فانا هاجي هنا انا اعمل كليك واكتب هنا 20 برضو في المية اللي هي شيفت و5، ونعمل مسافة هكتب له كلمة اوف. خلي بالي طبعا الخط هنا مش نفس المقاس، يعني 20% اصغر من كلمة اوف، وابدأ انا اعمل صح، يبقى دي ثبتها وبالمنظر ده. نيجي بس انا عايز اصغر 20%، فهاجي هنا احددها هي بس، وبعدين هاجي هنا بدل 160 نخليها مثلا كام 48، ونعمل هنا علامة الصح بالشكل ده، وهنا طبعا أف كبيرة برضو، هما الاتنين كبار، فاحنا نصغر الاتنين مرة واحدة، فاحنا نخليهم مثلا مقاسهم يكون 48، واللي هي 20% نخليها 36، ونعمل هنا علامة الصح تمام. طبعا الكلمة اللي أنا بحاول إن أنا أركز عليها أخليها بيجر شوية، أو أخليها بولد، أخليها بحيث أعرض، بحيث ان هي تلفت انتباه الناس اللي قدامك. الكلمه اللي انا مش عايزه اركز عليها قوي، فانا بخلي مقاسها صغير، وبخلي مقاس الخط برضو يكون ريجولر عادي، بحيث ان هو ما يلفتش الانتباه بشكل كبير. نيجي هنا طبعا عايزه اكتب كلمه فيتنس، بس انا هجيب جايد الاول، بحيث ان انا
اخليه على بداية 20% كده، بحيث ان انا ده اللي انا هخلي المحاذاة الباقي عليه اللي هي فيرست فيزيت. وهبدأ ان انا اجيب اللي هي التايب تول، وابدأ ان انا اعمل هنا كليك واكتب كلمة فيرست فيزيت والكابس برضه، واعمل هنا علامة الصح. وممكن اتحرك بقى بالموف تول بحيث ان انا اتحرك بالاسهم بالشكل ده، واخليها تحت اللي هي 20% اوف. اظبط بس البداية بتاعتي، طبعا هنا دي كبيرة انا عايزة اخليها صغيرة واخليها الخط بتاعي عادي. فانا هجيب هنا على التايب تول، الخط بتاعي هيكون ريجولر عادي، اهو ابدأ لنا احركها تاني بالموف تول. والله هي ظبطت، بس طبعا لسه هعمل لها عملية ضغطة شوية. فهاجي هنا اللي هي المسافة ديت، المسافة ديت هتكون اصغر سنة، اللي هي المسافة ما بين الحروف وبعضها اللي هي تراكنج. خليها مثلا سالب 5 او خليها مثلا سالب 10، اصبحت اصغر ومناسبة لتحت الكلمة اللي هي 20% اوف. عايزة بقى اكتب كلمة بوك ناو، فانا هاجي هنا بالتايب تول وهعمل هنا كليك في اي مكان فاضي، وبعدين هكتب كلمة بوك تمام، وهنعمل شيفت وانتر وهقول له كلمة ناو. طبعا علامة التعجب شيفت واحد، وبعدين هعمل هنا علامة الصح، وهيستخدم اداة الموف تول في اللي انا احرك الكتابة بتاعتي. طبعا هنا كده في نفس المحاذاة اهو تمام. ممكن اخليها مثلا ايه، خليها هنا، والكلمة دي ممكن اللي انا احركها شوية يعني، اما احركها بالجايد بتاعها كده. نحرك كلمة فيرست ناو، فيرست فيزيت كده، والكلمة التانية المقابل ليها. طبعا مفيش مانع ان انا برضه استخدم تاني جايد اهو، بحيث ان انا اثبت كتابتي عليه واتاكد ان هما مظبوطين. انا كده ظبطت الكتابه او التصميم بتاعي من الاجنام. طيب انا عايز اكتب برضه الكلام ده، نفس الحكايه برضه بسحب جايد. يبقى انا كده كل شغلي عن طريق الجايد، بحيث ان انا اعرف انا بكتب ازاي، واخلي كله نفس المحاذاه، وبرضه جايد للخط اللي تحت منه اللي هو ده. برضه استخدم التايب تول واكتب كلمه ويت ليفتنج، اكتبها برضه هنا نفس الحكايه. وبرضه نفس الحكاية شيفت وانتر، اكتب له كلمة ليفتنج كده. تمام، وابدأ ان انا احركهم الاتنين، اتكلم مثلا كده. طبعا الخط كبير، فانا محتاجة ان انا اصغر الخط بالمرة، بدل ما ابدأ ان انا ارجع تاني اخلي الخط 30 مثلا، اصغر كمان 30، نخليه مثلا كام، 24 كده، 24 مناسب. بس المسافة ما بين الخطوط وبعضها برضو اقللها، بدل نخليها مثلا 24 كده كويس. طب نيجي هنا برضو نعمل هنا كليك، نعمل كليك بقى في المنتصف، نعمل هنا كليك، هكتب له كلمة بيرسونال تريننج، نفس الحكاية شيفت وانتر، واكتب له كلمة تريننج. تمام، وبعدين هكتب ونعمل علامة الصح لسه الأخيرة، وبعدين نظبط الأبعاد. هكتب هنا ايه، بودي بيلدينج، ونعمل علامة الصح. طبعا احنا لازم نظبط هو المحاذاة وسط في جميع الخطوط، يعني هنا ده نخليهم كلهم وسط. طب كويس. طب هاجي هنا على الموف تول، ابدأ ان انا اظبط. طبعا من عندي هنا لازم ابدا انا اظبط بادي بيلدينج عند النهايه كده، اهي هنا كده نهايتها تمام. وهنا دي خليها في المنتصف بالشكل ده، دي في النص خالص اهي. وبرده هنا كلمه تريننج اخليها على مستوى الخط، ودي هبدا ان انا برده اسحبها كده بحيث كلهم يبقوا في محاذاه واحده تمام. طيب نيجي هنا بقى لسه لي فاضل كلمه الادرس، فانا هاجي هعمل لها برده جايد خاص بيها، او ممكن الجايد ده نستخدمه بدل ما نسحب واحد جديد. فانا هاجي هنا واستخدم اكتب له كلمة ادرس، مش لازم كلهم كابيتال، لان انا شايفة ان انا ممكن اكتبهم سمول عادي يعني. طبعا السمول والكابيتال هنا ممكن مفعل من هنا، دي الخاصية، طالما هي اول كابس هيكتب له الخط كابيتال على طول. فانا هاجي هنا لان اشيل التنشيط اللي فيها واكتب له كلمة ادرس بالشكل ده، نعمل نقطتين فوق بعض واعمل مسافة. طبعا نكتب الادرس بتاعنا هنا، الجمهورية
شيب تمام، وبعدين برضو هعمل هنا علامة الصح ونظبط مقاس طبعا بالمفتول اتحرك، اخليه مثلا ايه هنا، انا عايز اكتب التليفون فانا هاجي هنا عن طريق التايب تول ونعمل هنا كليك واكتب له كلمة تل، وبعدين نقطتين فوق بعض ونعمل مسافة. طبعا احنا بنكتب رقم التليفون بشكل مميز، يعني مثلا لو 0 100 نعمله كده، بنعمل مسافة وليكن مثلا رقم وهمي 0 مثلا، او 3 أصفار مسافة، 3 أصفار كمان مثلا، و0 ونعمل علامة الصح. طبعا هاجي هنا في التليفون هبدأ اللي انا اخليه في الاخر خالص، انا كده ما عدتش محتاجة الاعلان بتاعي. نبدأ لنا نقفل الدرس الاخير، هاجي هنا بس اظبط كده. بس في حاجة ان انا عايز انزل الكلام ده لتحت، يعني هنا ادرس انا ممكن انزلها هنا تحت بالشكل ده، ودي برضه هبدأ ان انا انزلها لتحت. هنا انا مش لازم نفس الخط، يعني نفس الخط كده، انا ممكن اغير بس دي، يعني ممكن اخلي دي ابيض تبقى احلى. فانا هاجي هنا في التايب تول وهبدأ ان انا استخدم اللون الابيض للخط وهقول له هنا اوكي، وهاجي برضه على الخط التاني احدد بس اللاير بتاعته هعملها كليك، وابدأ ان انا ادوس على التايب تول تاني وابدأ ان انا اخلي مكان اللون ده اخليه اللون الابيض وهقول له هنا اوكي. الحبة دول هبدأ ان انا اسحبهم كده مرة واحدة بحيث ان انا احدد كل اللايرز وانزلهم مرة واحدة كده، يعني خليهم بس لحدود اللايرز دي. دي برضو نفس الكلام احددهم كده مرة واحدة كليك واسحب، وبعدين انزلهم واخليهم في المنتصف اهو كده، اعتقد ان هم اصبحوا في المنتصف بتاعي. فيتنس جيم برضو دي ممكن ان انا احددهم كده كليك وابدأ ان انا اسحبهم زي لتحت. انا كده ظبطت كل حاجة عندي تمام. فانا هاجي هنا بس اعمل حاجة اسمها فيو، واعمل هنا حاجة اسمها نختار شو، واشيل علامة الصح من جايدز عشان اشوف شكل الاعلام بدون اي جايدز كده. الدنيا ظبطت معايا جدا وشكل الاعلام بقى كويس. ده الشكل طبعا الاجمالي ليه. لو دوست على اف اكتر من مرة كده فانا بشوف الاعلان بتاعي بس، بحيث ان انا اقدر اميز لو في اي مشكله او في اي ايرورز موجوده عندي ابدا ان انا اظبطها. بس في حاجه بس ظريفه ممكن اللي احنا نعملها كمان، نعمل بس نظهر تاني اللي هي الجايدز بتاعي. فانا هدوس هنا على فيو واختار هنا حاجه اسمها الشو جايدز، ابدا ان انا اظهرهم. المربع ده مش يعني مش مظبوط معايا، فانا هبدا ان انا احركه كده كنترول مع حرف التي، نهايته هخليها هنا اهي شايفين كده، وهقول له هنا علامة الصح. انا ممكن برضو اعمل حركة ظريفة جد اخليها نفس الجوينج كده، او نخلي فت نخليها نفس جوينج. فانا هاجي عند فت وافتح ادوس على التايب تول وافتح هنا اللي هي الكاركترز، واخلي هنا المسافة ما بينهم وبين بعضهم خليها مثلا كام، طب احدد لي كله كنترول وزد احدد بس فت. تعالوا نشوف نبدأ اللي احنا نظبط كده، نخليها 75، هي مش هتبقى حلو قوي لو هي كبيرة جدا، انا هخليها 72 كده. كنترول زد التراكنج نخليها 200 ونعمل هنا علامة الايه الصح. نيجي على كلمة جوينج دي، ممكن نقلل لها المسافة ما بين الحروف وبعضها بحيث ان هي تبقى في نفس زي فتنس مثلا. فهاجي هنا على كلمة جوينج ندوس عليها كليك، وبعدين هاجي هنا اللي هي المسافة ما بين الحروف وبعضها نخليها مثلا نخليها 0، الفت اللي رجعت. فانا هعمل كنترول وزد وادوس على كلمة جوينج، كلمة جوينج مش منشطة معايا هي محددها لانهم نفس اللايرز، فابدأ ان انا احدد كلمة ايه كلمة جوينج بس، واخلي المسافة ما بين الحروف وبعضها نخليها بالسالب كده بحيث ان هي تصغر سنة، او مش هتبقى ظريفة الصراحة. فممكن مثلا ممكن نخليها كده، نعمل علامة الصح. ممكن بس اجي على كلمة جت بالشكل ده واخلي المسافة هنا ما بين الايه ما بينها وبين السطر اللي قبلها اعلى شوية، خلي مثلا كام 36 نحددهم بس كده، هنا المسافة نخليها 60 تبعد بس، او كنترول وزد فحدد جت بس تمام. وهبدأ لنا ادوس هنا اخليها مثلا كام 48، هنا انزل نخليها 60 بحيث ان المسافة ما بين دول يبعدوا شوية عن بعض، يعني بحيث ان تبقى فيهم ما بينهم فاصلة تمام.
كده الدنيا ظبطت برضو معايا بشكل كويس. هاجي بس على كلمة جيت كده انزلها لتحت شوية. جميل. طب ندوس هنا على كنترول مع حرف تي، ممكن نوسع سنة كده الكلام مش هيبقى ظريف. كنترول وزد نتراجع. فانت بتفضل اللي انت يعني ايه تظبط كده لغاية لما عينيك تبقى إيه يعني شايفة ان الدنيا كويسة قدامها. انا شايفة ان الدنيا هنا لسه مش كويسة الصراحة، يعني حاسة ان انا لو عملت كنترول وتي وكبرت شوية كده الدنيا هتبقى احسن. بس نصغر الكتابة شوية ونعمل علامة الصح اهي، ونبدأ ان انا اطلع كده سنة لفوق. كنترول وتي تاني، ابدأ ان انا اصغر بس مقاس الخط، او نيجي هنا نعمل نصغر سنة من اللي جنب واقول له هنا صح. انا كده ظبطت الدنيا واحنا كده خلصنا الاعلام. طبعا انت بتبدأ ان انت تفضل تعمل عملية اتزان بصري للصورة كلها في تناسق. طبعا تحاول ان انت تخلي الكلام بشكل متزن بحيث ان عينيك تبقى مرتاحة وهي شايفة الاعلام. طبعا نجرب الكلام ده كويس جدا، نبدأ ان احنا نشوف اعلانات على النت، نبدأ ان احنا نجيب الاعلان، نحاول نقلد في البداية، نحاول نقلد لغاية لما نوصل لمرحلة اللي احنا نبدأ ان احنا نعمل التصميم لوحدنا. طبعا اشوفكم على خير الدرس القادم ان شاء الله في درس جديد من دروس الفوتوشوب. إلى اللقاء، دعمونا دايما بلايك وسبسكرايب وشير للقناة.